ما تنسوا شرب المياه وما تستهينوا بشرب المياه مع عملية التنظيفات، لازم تكون مياه كاملة، لازم كل ساعة ساعتين نشرب لنا كاسة مية، والأفضل مع الحمضيات مع فيتامين سي. شو الشغلات اللي ممكن ناكلها لهذا اللي بدكم إياه عشان ننظف؟ طبعا قبل ما ندخل اللي بدنا ناكلها المشروبات هاي العطرية، نعنع، زعتر، شومر، بابونج، يانسون، روزميري، اكليل الجبل، لافندر، هذه كلها اختيارات واسعة كشرب، شرب بس بتحطه سواء جاف او اخضر العشبة، بتحطوا عليها مياه ساخنة وبتحطوا عليها قبل ما تشربوها ضروري ليمون، والسكر حسب الحاجة، عندكم سكري ما عندكم مش سكري، وبتشربوا هذه المشروبات الساخنة مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة في اليوم، بس نوعوا، يعني مش كل طول الوقت نعناع، يعني اشربوا لكم كاسة نعناع، كاسة زعتر، كاسة بابونج، كاسة يانسون، كاسة كذا، اللي تحافظوا وتاخذوا مواد أكثر من المشروبات الساخنة. غير المشروبات الساخنة بدكم شغلات، تاخذوا شغلات يعني البروتينات الكويسة، الأوميجا 3، الزنك، هذه كلها موجودة في الأسماك، سواء أسماك طازجة وأفضل شيء، والأسماك البحرية هاي أفضل شيء، أو الأسماك السردين والطونة، بس لما بدنا نستخدم هذه المواد المعلبة تشلوها، ما تستخدموا المياه اللي فيها، حطوا عليها ليمون كتير، حطوا عليها زيت زيتون كتير، خففوا منها السموم شوية قبل ما تأكلوا الشغلات الطونة المعلبة أو الشغلات المعلبة. أي واحد عنده مشاكل في الجهاز التنفسي المفروض يأخذ زيت السمك أو زيت الحوت، هاي بتيجي كبسولات وهاي فيها أوميجا 3 وهاي فيها أحماض أمينية، الأسماك والمأكولات هذا، وهاي فيها زنك وهاي فيها فوسفور، هذه هاي العناصر اللي بدنا إياها لتنظيف الجهاز التنفسي. شو اللي بده ينظف الجهاز التنفسي من الفواكه الطازجة اللي هي الرمان المعصور الطازج، اللي هي العنب، اللي هي إذا فيش عنب زبيب، إذا فيش رمان مجفف في عندكم بذور الرمان، الحمضيات أشكال وأنواع، الكيوي، الأفوكادو كويس كتير، زيت الزيتون كويس كتير، الخضروات بكل أنواعها وأشكالها، الخضروات الخضراء، الخضروات الصفراء أو الفواكه الصفراء زي المشمش، زي ال شو اسمه اليقطين، اليقطين كويس، او القرع الاصفر هذا كمان كويس، بذور القرع كويس، القرع كله ناخذه نعمله عصير كويس، نسلكه وناكله سلك كويس، هذا هو مضادات الاكسده اللي حتساعد. شو كمان شغلات اللي ممكن تساعد؟ كل الشغلات اللي هلا متوفرة اللي هي التوتيات، أي شغلة صيفية، الأشجار الصيفية والثمار الصيفية هلا الموجودة، من بينها ما تنسوش الصبر أو الطين الشوكي، هذا كله ما هي الأخشية المقاطية بدنا نجددها، بدنا لزوجة، فعندكم الصبر كويس كتير هلا، التين كويس كتير، يعني في اي شغلة هلا في الصيف كويس كتير للجهاز التنفسي. المشوار الصباحي هذا والمشي حكينا عنه. شو الشغلات اللي ممكن تساعد كمان في التنظيف؟ في عشاب قوية كتير لعملية التنظيف والديتوكس، هذه في عشبة اللوبيليا حكينا لكم عنها مرة، بس بجهز لكم موضوع بالتفصيل عليها. عشبة اللوبيليا او بسموها التسمية الثانية الانديان توباكو، هذه عشبة وتنبت في أمريكا الشمالية، في كندا وفي أمريكا. هذه العشبة كانوا يستخدموها الهنود القدامى عشان يقلعوا عن الدخين ودخنوا. فهلا استخداماتها هي عبارة عن عملية التعويض عن مواد فعالة موجودة في اللوبيليا اللي هي تشبه النيكوتين. فأي واحد بدخن اللوبيليا بتعمل فعالية النيكوتين في الجهاز العصبي، يعني إنه كأنه مدخن، بس هذه المواد مواد تنظيف قوية، يعني ديتوكس قوية. هلأ الجرعة اللوبيليا اللي ممكن نأخذها، يعني مفروض نأخذها بمعيارات معينة وبشكل تدريجي بسيط من قوتها، اللي هي القوة تاعتها تعامل معاملة الأدوية، وفي ناس بحذروا منها طبعا ومن خطورتها، بس هي إذا استخدمت استخدام كويس بيكون إلها فعالية قوية جدا
أولي أو زي ما حكينا كبديل عن النكتين أول شيء، وعملية تنظيف ديتوكس قوي جدا قوي جدا للجهاز التنفسي، ممكن تتاخذ عن طريق الشرب طبعا، نحط مياه ساخنة على لوبيليا جافة نص ملعقة أو ربع ملعقة وتنترك 5 دقائق وتنشرب. ابحثوا عنها على الجوجل بتلاقوها لوبيليا أو إنديان توباكو، يعني هاي من الشغلات القوية. بس انتوا استعينوا يعني، هاي في عندكم الأوريغانو، في عندكم النعناع الزعتر، هاي الشغلات المحلية استعينوا فيها، هاي كمان فيها الفعالية القوية إذا ما قدرتوا تجيبوا أعشاب تانية. هاي أهم شغلات خدوها بعين الاعتبار، يا مدخنين، يلي عندهم وجع راس، يلي عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية، يلي عندهم التهابات في منطقة الفم، يلي عندهم مشاكل مناعية وأمراض مناعية، أو ضعف نوم أو قلة نوم أو مشاكل اللي موجودة في كل جسمنا، أو فقدان السمع أو فقدان حاسة الشم أو حاسة الذوق، هاي الإجراءات جزء كبير من خطة علاجية حياتية لازم تسووها عندكم، ولا حدا بيقدر يسويها عنكم. وإذا ما فرجيناك أي شيء ومش فاهمين أي شيء من هالطرق هذه، ارجعوا على صفحتنا سواء على اليوتيوب أو على الويب سايت، بتلاقوا كل الفيديوهات هذه محطوطة، فقط إنكم تطبقوا وما تضلكم مركنين على حلول عن جد وبشكل صادق مش موجودة. إحنا بنوجع راسنا حلول مش موجودة، أدوية مش موجودة، رغم إنهم قاعدين بيقولولنا يا عم روّع على البيت، فشي فشي فشي، إلا إحنا مصرين إن نلاقي أدوية ونلاقي هاي الأدوية. هاي الأدوية اللي ممكن ننصحكم فيها من مجال تخصصي اللي هي فعالة 2% مش 100%، واللي عنده أي استفسارات عن هذه الطرق ونجاحتها اتفضل ابعث لنا تعليقات، ادخلوا على صفحتنا على الجريدة العلمية اللي حطنا لكم اياها على الصفحة، هناك بتلاقوا كل الابحاث وكل المقالات وكل الوصفات، اذا بدكم مش تقروا تتثقفوا في الوصفات، الوصفات الطبخ هذه تاعتكم اللي هي وصفات الزيوت قصدي او لتخفيف الالام. الشغلة النهائية اللي بس بدي انهي فيها، بديش اطول عليكم، موضوع الحمام يا جماعة الخير لازم يكون يوميا حمام، حمام مياه ساخنة، مياه فاترة، مياه باردة، بس لازم ننظف حالنا يوميا من جلدة الراس وضلنا نازلين لتحت والمناطق تحت الأباط، ولازم مرة في الأسبوع نعمل عملية التليف والتقشير، نعمل مقشر احنا في البيت قاتل للبكتيريا صحي للجلد. المقشرات خذوا المطحون القرنفل، اطحنوا لكم شوي ملعقتين ثلاث قرنفل، ملعقتين ثلاثة من النعنع، ملعقتين ثلاثة من النعنع قرنفل زعتر، وحطوا عليه الملعقتين من الملح، وحطوا عليه ملعقة ملعقتين من الخل، وحطوا عليه ملعقة ملعقتين من العسل، وخلطوهن مع بعض، اخلطوهن وعلى الليفة مع المياه فقط، وليفوا حالكم كل جسمكم مرة في الأسبوع أقل شيء. هذه العملية لازم تعملوها، هذا صحي جدا للجلد، بيفتح المسامات، بيعقم لكم الجلد اللي هو ما تستهينوا فيه كأكبر جهاز مناعي عندكم ومغطي الجسم وحامينا اللي هو الجلد، أقل ما فيها مرة بالأسبوع نضمن إنه تنظف مزبوط. واللي مش غادر يوصل مناطق معينة زي الكبار بالسن أو المريضين، نتمنى إنه حدا يساعدهم في عمل الحمام هذا مرة بالأسبوع، حمام تركي، حمام إسباني، حمام مغربي، أي حمام بدكم إياه القصد فيه، بس إنه استخدام ليفي ومسحوق للتقشير فقط وتنظفوا الجسم كله. شكرا لكم، تحياتي. احنا حنصير نعطي مالنا الا نعطي هالافلام الطويلة هذه، وفي ناس بزهقوا، بس في ناس كمان بدهم وقت في عملية طرح المعلومات، وبدهم وقت في عملية انهم يفهموا كل شيء. وانا هذول اللي سائل فيهم مش الناس اللي بدهم بس على السريع ويلا، اللي الناس اللي بدهم على السريع انا بحط لهم افلام صغيرة 5 دقائق المحصلة، لانه ما شاء الله عليهم يعني بيفهموا، مجال استيعابهم بيكون اعلى،
بس احنا بنخاطب ناس قاعدين في بيوتها، ولازم تفهم المعلومه من الصفر للنهايه وكيف تنعمل بالضبط. غير هيك اذا ما فهمنا مش حنطبق، واذا ما طبقنا لا فينا ولا في شغلنا ولا في كل هالحكي هذا اللي بنحكيه. يعني انتوا اذا بدكم تساعدوني وتشكروني طبقوا. هيك انا الرساله وصلت، والصدقه الجاريه بتكون طعمها افضل اللي وصلنا لكم اياها، فتطبيقها هذا بيسعدني كثير. واي سؤال انا بالخدامه منكم واليكم. شكرا لكم، ان شاء الله جاوبنا على كثير من التساؤلات اللي بتوصلنا. سلامات.